من المهم جدا أن نلتقي فيكم بين فترة أخرى، لأن أصبح الوضع يتطلب أن نتبادل الآراء، أن تسمعوا منا نسمع منكم. تعرفوا ما هي خططنا، الخطط الحكومية، وبالتالي لقاءنا اليوم راح إن شاء الله يكون مثمر، وسنتكلم في بعض الأمور اللي نرى أنها آن الأوان أن تعزز. هذه المشاريع لها دور مهم في الحركة الاقتصادية في البلاد. عندنا توجهات وخطط، ربما راح نعجل السنة هذه إن شاء الله إذا كانت الحالة الاقتصادية راح تستمر بنفس الوتيرة بطريقة إيجابية أن نعجل منها. كنا تحدثنا عن دور المحافظات، ونحن ماشيين في هذا التوجه، أنه آن الأوان أن لا تكون هناك مركزية في اتخاذ القرارات المجتمعية، ودور المحافظين أصبح مهم جدا، دور المجالس البلدية مهم جدا. عليكم التفاعل، كل محافظ، كل مجلس بلدي، كل المشايخ في كل محافظ، هذا هو دوركم الآن. نحاول أن لا تكون هناك مركزية في صنع القرار فيما يتعلق بالمحافظات. صحيح أن هذا شيء ربما قد يكون جديد علينا في اتخاذ القرار في الحكومة، ولكن من الضرورة أن يكون لكم الدور أصحاب السعادة المحافظين، أن تتفاعلوا بتنمية محافظاتكم.